لا زالت أنظار العالم حقيقة موجهة إلى قطر، الحدث الرياضي الأكبر في العالم الآن، وهو المونديال، والذي نتابع تنظيمه الرائع على الأراضي القطرية، سواء الملاعب، أماكن الجماهير وغيرها من الأحداث التي يقف وراءها جيش كبير من الشباب العربي المتطوع لتنظيم الحدث الدولي الكبير. موفد القاهرة إلى الدوحة محمد شوقي التقى بالمتطوعين الشباب لتنظيم، محمود شوقي، متأثرة لسه بمحمد شوي، محمد متولي. محمود شوقي موفد القاهرة الإخبارية التقى بالمتطوعين الشباب لتنظيم المونديال، نتابع معه اللقطات. طوعت مع المونديال هون في قطر، طبعا شفتها فرصة جدا جميلة، أول إشي لأنه في أول مونديال في بيكون في بلد عربي وقريب علينا وقريب على ثقافتنا، وجدا حلو أنه إحنا كنا نشارك قطر الفرحة هاي، ونجمع طبعا العرب والعالم كله في قطر في المونديال. أنا متطوعة ترجمة لغات، فبترجم عربي إنجليزي وبولندي. أنت مرافقة للمنتخب البولندي؟ مرافقة بالمباريات، بترجم بين الميديا الإعلام وبين اللاعبين، يعني ترجمة بتكون فورية، هي ترجمة مش زي ما بنحكي مش أوفيشال، أنا ترجمة فورية، يعني اللي بسمعه بترجمه مباشرة. رأيك كيف أجواء المونديال الجميلة؟ طبعا أجواء رائعة وتنظيم رائع، وجدا مونديال من وجهة نظري الشخصية ومن وجهة نظر كل اللي قابلتهم سواء عرب أو أجانب، هو تنظيم ناجح جدا جدا جدا، والكل بيشعر بالفخر، مش بس بالفرح، بالفخر إنه المستوى التنظيم جدا عالي، مستوى طبعا استقبال الأجانب عنا هون في قطر. أنا بعتبر نفسي كعربية، بعتبر نفسي طبعا جزء من قطر الآن، أني بشاركهم في التنظيم، فبشوف الاستقبال للمشجعين وللضيوف اللي بيجوا هون على قطر جدا شيء بخلينا نشعر بالفخر كعرب طبعا أولا، وك يعني بالآخر كضيوف في الدوحة كمان نشعر بالفرح إنه إحنا بنشوف هذا التنظيم العالي. إحنا موجودين حاليا في المترو، وده مرفق مهم داخل كأس العالم، شايفة نجاح المترو في نقل الجمهور إزاي؟ جدا ناجح. أنا أول ما إجيت على قطر أول شيء عجبني صراحة هو المترو، وضوح الستيشنز أو المحطات النقل جدا واضحة وين رح تروح أو وين بيكون المواقف. هو طبعا مجاني لحاملين بطاقة هيا، وهذا إشي جدا رائع إنه الدولة بتقدم للجمهور خدمة مجانية في النقل. هلأ الدوحة كلها مربوطة أو القطر بتحسها مربوطة كلها بالمترو، فسهل إنك تروح من منطقة لمنطقة ثانية عن طريق المترو، يعني لا أزمة سيارات ولا أزمة مواقف إنه تصف وين تصف سيارتك، جدا بكل بساطة بتروح على المترو، بتروح على الملعب اللي انت بدك اياه، الستوب على الملعب او المول او المكان السياحي اللي انت بدك تنزل فيه، وبتنزل وبتكمل نهارك وبعدين ترجع منه، فجدا سهل علينا المواصلات. انت اردنية برازيلية، بالتأكيد هتشجع المنتخب البرازيلي؟ بشجع المنتخب البرازيلي، بشجع كل المنتخبات العربية، بشجع المنتخبات الافريقية، صراحة بدي حدا جديد يفوز بكأس العالم، بس اكيد قلبا وقالبا البرازيل، بس أنا مع العرب برضه. شكرا جزيلا ليلى. شكرا لكم. شكرا.